طيب خلينا ناخد تفاصيل اكتر يعني عن الطقس والحاله الجويه كمان الايام اللي جايه من دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار صباح الخير، بونجور على حضرتك، ونهايه الاسبوع بنحب نطمن كمان على الايام الخاصه بالويكند. اتفضلي يا فندم. صباح الخير على حضرتك وانا هوندس. صباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. احنا طبعا يمكن اليوم لسه مستمر معانا تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، وتاثرنا بامتداد المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا، فلسه اليوم في فرص لسقوط الامطار لكن كمياتها هتكون اقل من اللي احنا شاهدناها امس، خاصه في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. السحب هتشمل اغلب المناطق الشماليه ومعاها طبعا سقوط امطار ما بين المتوسط والخفيف على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء. امطار خفيفه تمتد لجنوب الوجه البحري قد تصل للقاهره الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس. الامطار الخفيفه دي ان شاء الله مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه مع استمرار انخفاض درجات الحراره. متوقع ان شاء الله خلال ال 72 ساعه القادمه مع نهايات الاسبوع كمان فتره الاعياد ان يكون في استقرار في الاحوال الجويه، هنتاثر بوجود مرتفع جوي على سطح الارض وايضا مرتفع جوي في الجو العليا، فهيكون في استقرار في الاحوال الجويه، تبدا تتلاشى فرص سقوط الامطار من على اغلب المناطق فيما عدا السواحل الشماليه، هيظل عليها سقوط امطار خفيفه على فترات متقطعه من الايام القادمه، والامطار الخفيفه ان شاء الله مش هتاثر على اعمال الانشطه اليوميه الايام القادمه خاصه في المناطق الساحليه لانها شهدت سقوط امطار خلال الايام الماضيه. بالاضافه كمان مع توافر الرطوبه الموجوده في الجو نتيجه الامطار، هتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير خلال الايام القادمه هو وجود الشبوره المائيه الكثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، فمهم جدا نحذر كل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق مع وجود الشبوره المائيه في فترات الصباح الباكر او فترات ساعات الليل المتاخره، تكون القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. بالنسبه لدرجات الحراره، هيظل في انخفاض في درجات الحراره فتره النهار وفترات الليل المتاخره، العظمى على القاهره الكبرى هتراوح ما بين 19 وال 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني اجواء لطيفه بصفه عامه خلال فترات النهار. هيكون التحذير من فترات الليل المتاخر والصباح الباكر بسبب الانخفاض في درجات الحراره والاجواء ما بين البارده الى شديده البروده، فهنا هنقول لو احنا هنخرج في ساعات الليل المتاخر او في فترات الصباح الباكر نرتدي ملابس شتويه ثقيله خلال الفترات دي، وخلي فترات النهار ممكن تبقى ملابس شتويه عاديه، ومهم جدا ان احنا برضه الفتره اللي جايه نتابع النشره الجويه لو في تغيير في اي حاله جويه. هو ممكن يعني الوضع يختلف، مثلا دلوقتي احنا خدنا من حضرتك التفاصيل بتاعه النشره الجويه، هل ممكن يحصل حاجه تؤدي الى اختلاف من اللي حضرتك بتقوليه عن المعلومات دي مثلا خلال الايام اللي جايه؟ يعني هل ممكن؟ هو ل 48 ساعه قادمه ان شاء الله مش هيحصل اختلاف، لكن كل ما بعدت بمده التنبؤ يعني ال 72 ساعه او اربع ايام كل ما دقه التنبؤ قلت، كل ما ممكن يبقى في فرصه حدوث اختلاف في التوزيعات الضغطيه ممكن تاثر على الحاله الجويه. رائع جدا دكتور منار كالعاده، بشكرك جدا على التغطيه اللي بتكون اكثر من رائعه، شكرا ليك يا فندم.